مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مبدعون. اليوم راح ناخذكم في جولة مع عالم السباحة. نرحب بضيفنا سيد حسين المسوي. حسين مساك الله بالخير. مساك الله خير، شلونك؟ الحمد لله. زين الحمد. خلص تمرين؟ ايه. زين، عيل نقدر نسولف الحين وندردش مع حسين المسوي، لاعب نادي اليرموك ومنتخبنا الوطني للسباحة. حسين، متى بلشت تمارس الرياضة وبالتحديد السباحة؟ بديت عمري 4.5 وانا دشيت السباحة. أنا كنت صغير وأمي وأبوي هم دخلوك سباحة؟ إي. ولا أنت قلت لهم تبي سباحة؟ لا، هم دخلوني يبون شيء، بس يبون أتعلم عشان ما يعني أتعلم حق البحر، حق الشاليه، حق البحر. وبعدين في كابتن يا قال هذا شوي قوي ويبون ياخذوني حق الاتحاد الكويتي. حلو، يعني شاف فيك إن أنت تصلح تكون سباح. إي. ممتاز. الحين خلنا نسولف أكثر عن السباحة. شنو تخصصك في السباحة؟ اخترت الظهر والفراشة. أنت اخترتهم ولا المدرب اختار لك؟ ما اخترتهم. أنت اخترت الظهر والفراشة. ايه. جربت الباجي؟ ايه. ما عجبك؟ الصدر؟ ايه. شوية بس الحرة نص نص. الحره نص نص. الصدر مو ذاك الزود، ها؟ فاخترت الظهر والفراشه، وهذيل اللي انت تشوف نفسك انك انت وايد زين فيهم، صح؟ وهذيل اللعبتين اللي خلوك توصل للمنتخب. ما شاء الله عليك يا حسين. حسين، الحين اذا بتكلم معاك عن البطولات، شاركت البطولات مع نادي اليرموك؟ لعبت؟ ايه شاركت. حلو، حققت انجازات، حققت مراكز؟ الحمد لله. الحمد لله. شنو البطولات اللي شاركت فيها والانجازات اللي انت حققتها؟ الحمد لله حققت عني ارقام حلوه وتقريبا شيء 16 ميداليه. 16 ميداليه؟ اي. ما شاء الله. كم عمرك الحين؟ 10. الله يحفظك العمر كله يا رب. يعني 16 ميداليه هذه بس الحين حصيله هالسنين هذه، ان شاء الله الله يزيدهم، ومو بس يكونوا على المستوى المحلي، يكونون حتى على المستوى الخليجي، العربي، الاسيوي والعالمي كذلك. مع المنتخب شاركت بعد مع المنتخب؟ إيه. ولا الحين بس قاعد تتمرنون؟ شاركت مره برا بس مو مع المنتخب، مع الغطس. مع الغطس؟ اي. لعبت غطس؟ اي. لا مو لعبت. ها. هم شافوني مع السنوركل وزعانف. الغطس مو الغطس الثاني اللي حلو. إيه. انزين حسين، انت توك قلت لي انك خالص تمرين. اي. ايش قدرت تتمرنون في الاسبوع؟ اتمرن 6 ايام. 6 ايام؟ كم ساعة؟ ساعة ونص. ساعة ونص. ايه. وست أيام في الأسبوع. ايه. هذا الحين بالعطلة يزيدون؟ ايه يزيدون. يصيرون 2.5 ساعة؟ ايه. عشان الحين مدارس، صح؟ ايه. شلونك بالمدرسة، شاطر؟ الحمد لله. الحمد لله. قادر أنك توفق ما بين المدرسة والتمارين؟ ايه. شلون؟ أقعد الصبح أروح المدرسة. حلو. وأرجع أحل واجباتي نصهم. يعني اخلص بعدين اروح التمرين. حلو. اخلصه ارجع من البيت اتعشى احل واجباتي اكملهم. وبعدين انام. ما شاء الله عليك، وهذا كل يوم كذي، هذا جدولك. ايه. صح. انزين، السباح شنو يحتاج عشان يتطور؟ السباح يحتاج انه يتمرن ويسوي، يعني يتمرن شيء بوشب. حلو. غير التمارين اللي في الحوض. ايه. في تمارين برا الحوض. في تمارين برا الحوض وداخل الحوض. حلو. التمارين داخل الحوض لازم تشد على نفسك وتسمع كلام الكابتن كل ما يقول. وبرا التمرين تسوي دراي لاند وايد، وحتى لو تحس بالتعب تكمل. ايه. يعني ما توقف. ايه. وهذا اللي يخليك تتطور. ايه. ممتاز. انت شنو تبي تصير؟ وين تبي توصل؟ ان شاء الله ابي اصير سباح عالمي بالاولمبياد. إيه؟ ان شاء الله يا رب نشوفك بطل من ابطال الاولمبياد وحاصل على الميداليه الذهبيه. الحين اذا بتكلم على هالرياضه، يمكن مو وايد شباب يدخلونها، في بعضهم يروحون العاب ثانيه. انت تشوف انه لا،
في وايد قاعد يجون سباحه خصوصا الصغار في العمر شويه اي انت بالمدرسه تسولف لهم تقول لهم والله ترى انا سباح ليش ما تجون تلعبون سباحه؟ والله ما حد بس الا في شويه قليل. ليش؟ ليش ما يحبون؟ مع ان السباحه حلوه ولعبه ونيسه. كلهم يحبون الكره كذي. كلهم يحبون الكره، وهذا هذه مصيبتنا احنا كلهم بكره القدم، مع ان في العاب وايد مفيده حق الصحه، صح؟ شنو اللي انت استفدته الحين من هذه الرياضه؟ استفدت ليونه. اي. واستفدت يعني اعيش بسهوله. حلو، يعني هذه شغلات انت استفدتها بهالفتره القصيره اللي انت قاعد تمارس فيها السباحه. تصير صحتي الحمد لله. ممتاز، يعني اذا كملت فيها ان شاء الله لين تكبر ولين توصل الفريق الاول العمومي ولين تكون اكبر سباح، بعد الاستفاده تكون اكبر. الله يوفقك ان شاء الله يا حسين. وان شاء الله لقاءاتنا الجايه تكون وانت في مراحل متقدمه مع ميداليات عالميه تحققها في هذه الرياضه. شكرا لك يا حسين. شكرا لحسين المسوي، شكرا لكم للمتابعه، اكيد نوعدكم دائما في مبدعون يكون معنا مبدع في هذا البرنامج.